بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن أفحم اليهود في قولهم إن عزيرا ابن الله، احتج مع النصارى القائلين بأن عيسى ابن الله، ونمهد أيضا قبل تكملة الرواية ببعض التمهيدات. التمهيد الأول ما ذكرناه سابقا حول السبر والتقسيم المسمى بقانون الباقي، أن ينفي الإنسان بعض أقسام أو أوصاف يحتمل مدخليتها في الحكم ليثبت الوصف الأخير اللي يكون الموضوع، أن الحكم يترتب على هذا الموضوع بإثبات الوصف الأخير. يقول الجرجاني أن السبر والتقسيم حصر أوصاف في الأصل وإلغاء بعض ليتعين الباقي للعلية. هناك مجموعة من الأوصاف المحتملة، أنت هذه الأوصاف تحصرها وبعد ذلك تلغي واحدا واحدا منها إلى أن يبقى الوصف الذي يكون هو العلة، وبهذا الوصف الأخير يمكن أن يثبت الحكم لنظائر الموضوع، يعني إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. إن كان بالسبر والتقسيم فيمكن أن تستكشف العلة، مثل ما مثلنا الخمر محرمة، هناك احتمالات لحرمة الخمر، إما لكونها مسكرة، هذا احتمال يعني لوصف الإسكار محرمة، وإما لكونها ماء عنب فلهذا الوصف محرمة، وإما لكونها أمر آخر. فإن ألغيت الأوصاف إلا وصف السكر فيكون العلة، تكون العلة لحرمة شرب الخمر السكر، وهذه العلة تعمم، يعني أي مكان أي شيء يكون مسكر ومائع بالأصالة فهو حرام نجس ويحرم شربه. هنا أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام الاحتجاج مع النصارى يستدل بقاعدة السبر والتقسيم، أنه تقولون أن عيسى ابن الله، شنو المقصود بالبنوة؟ يعني الله عز وجل تنزل، لأنه الله قديم وعيسى حادث، تقولون هو حادث، فالله عز وجل تنزل إلى أن وصل بمرتبة هذا الحادث فاتحد معه. إذن الله قديم وعيسى حادث، كيف يمكن تنزل القديم؟ هذا ما يسمى التمهيد الثاني هنا بالخلف، وهذا ما يعود إلى التناقض. طبعا هنا نذكر التمهيد الثاني تكملة للبحث. التناقض محال، وكل المحالات تعود إلى التناقض، يعني أي شيء يكون محال فمرجعه إلى التناقض، يعني وجود شيء ولا وجوده، أن يكون هنا إنسان ولا يكون إنسان، هذا تناقض، طبعا مع مراعاة الشروط الثمانية: وحدة الموضوع والمحمولة والمكانة والزمانة والقوة والفعل إلى آخر الأوصاف الثمانية. فهذه الأوصاف لو حفظت، يعني في نقطة واحدة في زمان واحد موضوع واحد، زيد هو موجود وغير موجود، هذا تناقض، هذا محال.
فالله عز وجل مع وصف كونه قديما يكون حادثا، لأنه اتحد مع الحادث، يعني تنزل من مرتبة القدم إلى مرتبة الحدوث. يعني هو لازال قديم أم ليس بقديم؟ إن قلت إنه قديم وليس بقديم فهذا تناقض، وإن أثبتت أنه حادث فهذا خلاف فرضك، لأنك تقول بأن الله قديم، هذا خلف، وقاعدة الخلف يعني أن يكون دليلك خلاف مدعاك، ما يوصلك إلى المدعى، ما يثبت المدعى لك. فإذن النبي صلى الله عليه وآله بقاعدة التناقض وبقاعدة الخلف وبقاعدة السبر والتقسيم يفحم النصارى. هذا هو الموضوع أو التمهيد الأول والثاني. التمهيد الثالث أن الاختلاف، وهذا تمهيد مهم، هل الاختلاف علة تامة للقبح أم لا؟ في المستقلات العقلية يقولون بأن الشيء الذي هو علة تامة للقبح هذا يكون في سلسلة علل الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية تتبع الحكم العقلي إن كان في سلسلة العلل. الشيء الذي هو علة تامة للقبح مثل الظلم قطعا هذا حرام، وما يمكن أن تجدون مورد واحد فقط أن يكون الظلم حسنا، فمكان جيب الظلم حسن. ما هو علة تامة للحسن؟ العدل، دائما العدل جيد، ماكو فد مورد تجدون العدل سيئة. فهل الاختلاف لأن الأمة كانت واحدة، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، الناس كانوا أمة واحدة، الله هو الذي أوجد الاختلاف بينهم، لماذا؟ لغرض الامتحان. إذا أبونا آدم على نبينا وآله وعليه السلام كان يبقى بالجنة، زين احنا هم كلنا كنا منعمين في الجنة، بعد ما كان هدف من خلقة الإنسان هذا الهدف يتحقق، إنما الهدف هو لنبلوكم أيكم أحسن عمله، الامتحان، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فإذا هناك أكو طوائف، شرايع، أديان مزيفة وبعضها محرفة، مثل شريعة موسى حرفت، شريعة عيسى حرفت، أو الدهرية هذا فالدين مزيف، الثانوية دين مزيف، الأديان المتعددة التي كانت ولا زالت في الهند وفي غير الهند موجودة، وفي كل يوم يضاف دين جديد وطريقة جديدة، هل الاختلاف علة للقبح أم الاختلاف مقتضى للقبح؟ زين الكذب مقتضي للقبح، ولكن بعض الأحيان الكذب في الإصلاح يكون حسن، الظلم ما عندنا حسن أبدا، أما الكذب للإصلاح فهو حسن. الكذب أكو مستثنيات الكذب، إذن الكذب مقتضي للقبح، يعني غالبا الكذب يكون قبيح. الصدق علة تامة للحسن أم الصدق أيضا مقتضى للحسن؟ إذا واحد الحكومة الظالمة أخذته وقالت اعترف، من الذي ينشر المنشورات ضد الحكومة فيقول أنا أبقى صادق ويقول فلان وفلان وفلان، هذا أعظم أنواع الحرام ارتكبه. مو دائما الصدق حسن، نعم غالبا الصدق حسن، ولكن إن كان الصدق موجبا لقتل شخص، لظلم كبير، للسرقة وما إلى ذلك، أنا أقول إيه نعم أنا شفت فلان أخذ مليون دينار أو مليون دولار إلى بيته، فالسارق هنا يكيف، زين خوش فرصة، شيطانية طبعا. هل الاختلاف علة للقبح؟ كلا، مو علة تامة للقبح. الخلاف بعض الأحيان جيد، مو دائما سيء، للامتحان، للغاية الحسنة. سيد الشهداء سلام الله عليه خرج وسبب الفرقة في الأمة الإسلامية، زين ما دام هدف الله عز وجل هدف الإصلاح خلي يسبب الفرقة، لذلك هو
عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول إني لم أخرج أشرا ولا بطرا. لم أخرج أشرا يعني أنا ما خرجت لطلب الاختلاف أن أشق عصا المسلمين أبدا، هذا مو هدفي، إنما خرجت لطلب الإصلاح، أنا ذاك هدفي. هسه هذا الهدف خلي يسبب شق لعصا المسلمين، ما دام هو هدف إلهي فهو مطلوب ومرغوب فيه. وجود الأديان اللي يجون يناظرون كل واحد يطرح رأيه، هذا إرادة إلهية للامتحان مثل ما ذكرنا. فلا يمكن أن يقال بأن الاختلاف مثلا في فتوى الفقهاء هذا أمر سيء، لا، كل فقيه هو المعصوم سلام الله عليه في التوقيع الصادر لم يجعل فقيه واحد للتقليد، من كان من الفقهاء اجتمعت فيه هذه الشرائط فقلدوا، وقطعا كل فقيه قد يصل إلى استنباط واجتهاد غير ما يصل إليه الفقيه الآخر، فخلي يفتي كل فقيه بما يراه من موضوع أو حكم. هذا الفقيه يرى عنده أنه اليوم يوم العيد لما بناه في اتحاد الآفاق، وذاك الفقيه يرى بأن اليوم آخر شهر رمضان لما بناه في اختلاف الآفاق، يرى لكل منطقة أفق وصم للرؤية وأفطر له، خلي هذا الاختلاف يكون، هذا الاختلاف لا يفسد القضية العامة. طيب، فإذا هناك طوائف مذاهب أفكار، واحد يمكن الباطل يحتج معه، والحق بالنتيجة قد يكون منتشر في آراء متعددة. العقيدة هي عقيدة واحدة، صراط مستقيم واحد، الوصول إلى الله لا يكون إلا عن طريق أهل البيت. لذلك السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها قالت وإمامتنا أمانا من الفرقة. يعني إذا واحد يريد يتحد حقيقة، الوحدة الإسلامية هي وحدة تحت راية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الذي يسبب الأمان من الخلفة. أما التنازل عن العقائد عن المسلمات كذا، هذا لا يوجب الوحدة إلى أبد الآبدين. طيب، هذه أيضا تمهيد كلي بالنسبة إلى هذه الرواية التي اجتمع فيها طوائف من أديان وشرائع مختلفة مزيفة أو محرفة. هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى حول أصالة الظهور وحجية أصالة الظهور، يمكن بعد نأخر إلى البحث المقبل. لاحظوا الرواية ثم أقبل على النصارى بعد أن أفحم رسول الله صلى الله عليه وآله اليهود، أقبل على النصارى فقال لهم وأنتم قلتم إن القديم عز وجل اتحد بالمسيح ابنه. القديم يعني الله اتحد مع ابنه اللي هو المسيح والعياذ بالله، هذا قولهم. فما الذي أردتموه بهذا القول؟ شنو قصدكم هذا الاتحاد مع الابن؟ مثل اتحاد الشيعة مع العامة، هو هذا المقصود أو شيء آخر مقصود؟ بعدين هو الرسول صلى الله عليه وآله بالسبر والتقسيم يجي يقسم أنه شنو مقصودكم أنتم من الاتحاد؟ كل قسم باطل فلم يبقى شيء لكم، فهذا ادعاءكم كله باطل وكل مزيف. أردتم، يعني هل أردتم أن القديم صار محدثا، يعني تنزل من مقام القدم وأصبح محدث؟ القديم يعني اللي لا بدو له، كل ما ترجع تشوف هذا كان موجود لأنه فوق الزمان، الزمان هو مخلوق، فإذا لا بدو له، فهذا القديم اللي لا بدو له نقل نفسه نقلة نوعية في الطفرة الجينية مثلا وإجا صار محدث مع عيسى، اتحد بعيسى، هو هذا مقصودكم أن القديم صار محدثا لوجود هذا المحدث الذي هو عيسى؟ هذا الاحتمال الأول مقصودكم، أو المحدث أو لا، عيسى المحدث ارتفع، مو القديم تنزل، عيسى ارتفع إلى مرتبة القدم بعد أن كان حادثا. معقول يعني واحد بعد أن يكون حادث يرجع ويصير قديم؟ الحادث يعني لم يكن ثم كان، لم يكن ثم كان، هذا يرجع يكون كان من الأب من الأزل، ما إلى معنى، هذا تناقض، هذا محال باطل. أو المحدث الذي هو عيسى صار قديما ارتقى كوجود القديم الذي هو الله، هذا الأمر الثاني قصدكم. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم أولا يشقق بعد ذلك يبطل كل شق. أو معنى قولكم أنه إنه اتحد به أنه اختصه بكرامة
لم يكرم بها أحدا سواه، اتحد به يعني منصب شرفي. يعني الله عز وجل جعل لعيسى كرامة خصوصية، لأنه ظهرت المعجزات على يده، لأنه كذا أنقذ كثير من الناس وهداهم. إذن مو ابن حقيقي، وإنما ابن بالكرامة بالشرف. فإن أردتم القسم الأول يعني القديم تنزل وصار محدثا، فإن أردتم أن القديم صار محدثا فقد أبطلتم، يعني باطل، يعني ذكرتم أمرا باطلا. وبين البطلان للتناقض، القديم هو قديم وصار محدث أم بعد مو قديم وصار محدث؟ إذا قديم وصار محدث يعني قديم ولا قديم، هذا التناقض محال. وإذا لا قلت لا صار محدث ومو قديم، هذا خلف، هذا خلاف فرضكم، لأنكم كنتم تقولون بأن الله قديم، فالآن بالاستدلال قلت لا رفعنا اليد عن قدم الله وأصبح محدثا، لا مو قديم، إذن هذا خلاف فرضكم في قدم الله عز وجل. فقد أبطلتم، يعني حجتكم باطلة، كلامكم باطل واضح، لأن القديم يعني غير المحدث محال أن ينقلب فيصير محدثا، هذا محال. يعني القديم يعني لا قدم له، لا أول له، بعدين تقول له أول، لا أول له وله أول، هذا تناقض. وإن أردتم الشق الثاني أن المحدث صار قديما فقد أحلتم، هناك قال أبطلتم، هنا قال أحلتم، يعني قلتم أمرا محالا أيضا، هذا تفنن في الخطاب، ليكرر أيضا أبطلتم يعني كلامكم باطل، أحلتم أيضا محال هذا، لأن المحدث أيضا محال أن يصير قديما. المحدث يعني ما كان، القديم يعني كان من الأول قبل القبل، فإذن كيف يمكن ذلك؟ وإن أردتم الشق الثالث أنه كرامة من الله، حتى في الشق الثالث هم محكومون. ليش؟ لأنه هذا الكرامة من الله عز وجل جعلت عيسى ابنا لله. طيب كرامة مو بنوة ولادة. المسيحيين النصارى هم يقبلون النبي موسى، لذلك يطبعون العهدين معا، العهد القديم والعهد الجديد، يقبلون توراة ويقبلون موسى. فإذا كذلك فالمفروض تقولون موسى أيضا ابن لله عز وجل، ليش ما تقولون موسى ابن الله؟ إذا عيسى عنده معجزات موسى هم عنده معجزات، إذا عيسى هدى موسى هدى، بل قد يكون موسى عندهم عند النصارى أفضل من عيسى لأنه مثلا أقدم، فلازم يكون أبا لله كما ذكرنا سابقا. ويشير أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هذا. وإن أردتم أنه اتحد بأنه به، يعني أن الله عز وجل اتحد بعيسى والعياذ بالله في قولهم الكفر، بأنه اختصه واصطفى، هذا معنى مقصود الاتحاد، واصطفاه على سائر عباده، هذا مصطفى مختار، فقد أقررتم بحدوث عيسى. هنا أنتوا أقررتم، هذا إقرار أن عيسى حادث، وبحدوث المعنى الذي اتحد به من أجله، يعني بحدوث المعنى الذي اتحد عيسى بذلك المعنى من أجله، يعني من أجل الاصطفاء مثلا، يعني لأجل الاصطفاء الله جعل كرامة لعيسى. أخو هذه الكرامة، هذا الشرف، شرف قديم ومحدث، محدث جعل، يعني جعل لعيسى كرامة، هذا الأمر الاعتباري محدث مو أمر قديم. فإذا مو الله اللي اتحد مع عيسى، ما خلقه الله من كرامة وشرف وبركة هذا اقترن بعيسى، اصطفاه الله، اقترنه بصفوته، يعني جعله صفيا له، اصطفاه، هذا إذن معنى محدث. زين، هو هذا المعنى المحدث أيضا في إشكال، ليش ما تقولون في النبي موسى هذا الكلام؟ لأنه إذا كان عيسى محدثا وكان الله اتحد به بأن أحدث به معنى، هذا بأن باء بيانية، يعني شلون الله اتحد بعيسى؟ بأن أحدث به معنى صار، يعني صار عيسى به، يعني بذلك المعنى أكرم الخلق عند الله عز وجل، فقد صار عيسى وذلك المعنى محدثين. ذلك المعنى نفسره بالكرامة مثلا، العيسى والكرامة الخاصة الإلهية والبركة الخاصة الإلهية محدثين مخلوقين لله عز وجل.
وهذا خلاف ما بدأتم تقولونه، اللي كنتوا تقولون أنه ابن الله، أنه اتحد مع الله في هذا الشق الثالث، يعني اتحد بمخلوق من مخلوقات الله اللي هي الكرامة، هذا الأمر الاعتباري أو الرفعة. فقالت النصارى: يا محمد، إن الله لما أظهر على يد عيسى من الأشياء العجيبة ما أظهر، فقد اتخذه ولداً على جهة الكرامة. معجزات ظهرت على يد عيسى، يبرئ الأكمهة والأبرص، يحيي الموتى، من اللي يقدر يحيي الموتى إلا عيسى؟ إذن لهذه الأوصاف جعله ابناً له، لهذه الأوصاف على جهة الكرامة، بنوة مو ولادة، بنوة كرامة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فقد سمعتم ما قلته لليهود حول عزير وموسى في هذا المعنى الذي ذكرتموه، أنه بنوة كرامة. ثم أعاد ذلك كله، رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر اللي ذكر لليهود حول عزير، فسكتوا احتاروا في الجواب. طبعا واحد يقول خب يمكن اليهود كانوا يقبلون موسى كنبي وعزير كمتمم كحافظ، طيب ما يخالف هنا نهم، أما النصارى فما يقبلون موسى، لا هذا كلام متى، النصارى يقبلون موسى ويقبلون كتاب موسى ويعملون بكتاب موسى. فسكتوا إلا رجلا واحدا منهم فقال له: يا محمد، أولستم تقولون؟ هنا كأنما يريد يأخذ إشكال نقضي على الرسول، هذا شوي كان أذكى من الباقي. قال: شنو أنتم المسلمين ما تقولون إبراهيم خليل الله عز وجل؟ فمثل ما أنتم تقولون إبراهيم خليل الله، إحنا نقول عيسى ابن الله على نمط واحد، وزان إبراهيم والخلة وزان عيسى والبنوة. بس شنو مقاصد من المعنى هو هذا المستفهم العالم النصراني؟ هل قاصد يعني خليل يعني مثل الزوج والزوجة اللي كلاهما مثلا في رتبة واحدة إذا كانوا مثلا أكفاء، هذا المقصود بالخليل؟ يعني حتى متصورة أنه ما دام هو خليل فهو كالزوجة مثلا في مرتبة الزوج، فهو خليل إبراهيم فهو في مرتبة الرب والعياذ بالله. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: هذا نقضك مو تام، هذا إشكالك النقضي، لأن الإشكال قد يكون حليا وقد يكون نقضية. الإشكال النقضي يوسع دائرة الإشكال، ما يحل المشكلة. يعني هذا النصراني ما حل المشكلة، يعني الشقوق الثلاثة ذكرها رسول الله ما قدر يحل ويحتج ويستشكل على ما ذكره رسول الله، فإجا جاب إشكال نقضي، وهذا الإشكال النقضي يوسع دائرة الإشكال ولكن يفحم الطرف المقابل. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: الخليل إما مأخوذ من الخلة أو مأخوذ من الخلة، هناك يعني كأنما كلاهما جائزا، أو مأخوذ من الخلة. لو نشوف إلى فقه اللغة يعني نرجع إلى معنى الخليل، أما الخلة فهي الفاقر والحاجة، خليل الله يعني محتاج إلى الله، فقير إلى الله. إذا واحد حقيقة لا يرى نفسه أبدا مالكا لأي شيء، كل الأمور بيد الله، هذا يشوف يكون فقير إلى الله عز وجل. أنتم الفقراء، أنت الفقراء. إبراهيم وصل إلى هذه المرتبة أنه فقير إلى الله عز وجل، هذا معنى الخلة. الخلة. أما إن كنتم تقصدون يعني رسول الله يقول الخليل إما من الخلة، فهذا معنى الفقير في قضية أين ظهر أوج فقر إبراهيم وحاجة إلى الله عز وجل، في قضية المنجنيق والنار، لأن الله عز وجل يمتحن الإنسان، إذا ربح في امتحان يمتحن في امتحان آخر، وهكذا حتى يظهر عظمته لنفسه للملائكة لباقي الناس، إلى أن يسقط في امتحان يمكن يتركه. السيد العم حفظه الله كان يقول أنه في كربلاء أحد رجال الدين
أصيب بمرض، فطول هذا المرض به شهر شهرين ثلاثة، وكان رجل مؤمن متدين. فأنا رحت إلى زيارته، قلت له أول ما قعدت يمه قلت له شلون حالك شيخ فلان؟ هذا من شدة الألم والوجع وثلاثة أشهر واحد بالبيت واقع، تكلم بكلمة لا تليق بمقامه، ولكن خرجت هاي الكلمة بعد. هذا الامتحان الصعب هنا انزلقت رجله، الزحلق وقع من القمة. قال كأنما الله ما يقدر يشوف أنا يوم صاحي. منو أنت حتى الله يقدر يشوف أنت الصاحي ومو صاحي؟ أنت صفر تحت الصفر، حتى مو أصفر على الشمال أنت. شنو أنت؟ هذا الله اللي خلق الكون كله، هذه العظمة الجبروت، ما يقدر يشوفك يوم صاحي؟ قال له أنا هواي تأثرت من كلامه، رأساً قمت من شدة التأثر. شنو هذا؟ بس لو كان مسلوب العاقل قلت أقول زين، هذا كلامه مو كلام إنسان هو صاحي، لا، ولكن بعقله الكامل كان دا يتكلم. فيقول أنا قلت له أنا أتصور شيخنا أنت راح تطيب خلاص انتهى مرضك. يقول هو مستغرب أنه ليش أنا إذا أطلع، وودعته وطلعت ما صار لي خمس دقائق قاعد يمه. فقال له ثاني يوم شفته بالشارع ده يمشي. هذا امتحان امتحان، اتحمل اتحمل اتحمل، أخير شيء سقط. هسه يمكن مو مأخوذ، الله يمكن يغفر، هذه زلة، زلة المؤمن، والله يغفر زلل المؤمنين إن شاء الله. ولكن خلاص ما وصل إلى تلك الدرجة وذلك المقام اللي لو كان يصبر كان يوصل له. زين، فالنبي إبراهيم عليه السلام وصل إلى تلك المرتبة بعد امتحانات عسيرة. امتحان الأول نار نمرود، الامتحان الثاني شنو كان؟ ترك أهل نمرود. هو بعد شاب، يمكن واحد شاب يروح يحارب النواصب، يحارب الدواعش وما عنده خوف وكذا. طبعا هنا جبرائيل نزل لها، جبرائيل نزل على بأمر من الله كما يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الرواية وفي رواية أخرى، وقال له أنا الآن مأمور، شنو اللي تريد؟ قال أنا أريد بس مو منك، أنا أحتاج الله عز وجل، ما أحتاجك ولا أحتاج أكبر منك. فوصل، فهو ما دام شاب وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الاجتياز بنجاح في هذا الامتحان الصعب نار. المرحلة الثانية أن يترك أهله في صحراء غير ذي زرع عند بيتك المحرم. بعد واحد يترك أهله وأدى أبناء صغار وكذا ويروح، شنو هذا؟ ما يخاف على أهله؟ هذا كان أصعب، لأنه واحد لما يكبر ويتأهل التعلقات الدنيوية تكثر، مو مثل ذاك الشاب اللي يمكن أن يروح يفتي بنفسه دون الشريعة ودون الآخرين ودون حفظ ثغور المسلمين. المرحلة الثالثة اللي كانت أصعب، أنه شاب ابنه شاب كبير الآن لازم يذبحه، هذا أصعب المراحل. بعد هذه المرحلة الله عز وجل جعل الإمامة لإبراهيم، إني جعلك للناس إمامة. طيب أخذنا الوقت، فنكمل إن شاء الله في ليلة الأحد. هذا وصل الله على محمد وآله الطاهرين.